حياك الله. اي نعم، القصة يا طويل العمر بدأت قبل تقريبا رمضان بفترة. شفت وظيفة في اللينكد إن معروضة، قدمت على الوظيفة، طالبين أرسل السي في وأرسل اللي هو الاي دي اللي هو الناشونال اي دي اللي هو بطاقة الأحوال. رسلتهم، بعد أسبوع تقريبا جاني اتصال من هذه الشركة. طبعا هم يستخدمون أسماء شركات حكومية أو منصات حكومية، كانوا مستخدمين اسم رايا ريكروتينج. رايا هذه طبعا اللي هي شركة توثيق ما بين الجهات المالية وأبشر، استخدموا هذا الاسم اللي هو سموه نفسهم رايا للتوظيف. طبعا كلمني واحد جدا جدا جدا، يعني اقدر اقول لك انه محترف. انا سويت مقابلات كثيره في حياتي، هذا كان من افضل الناس اللي يسوون مقابلات، كان انسان جدا فاهم ايش يقول. فسال اسئله كثيره عن المقابله، ايش راتبك، ايش ممكن، هل ممكن تنقل، هل انت مستعد انك تتوظف في المكان هذا. طبعا واستخدم موقع مهم جديد في المملكه كتسويق، يعني طبعا هذا المكان هو حلم كل شاب سعودي انه يتوظف فيه. فقلت انا كنت متحمس واعطيته الاجوبه واعطيته كل شيء. قال لي خلاص يو ار شورت ليستد، انت اسمك خلاص، انت تقريبا قبلناك، انت خلصت مقابله الاتش ار، باقي مقابله المهندسين. المهندسين ان شاء الله بعد اسبوع، بس عشان اكمل حقك هذا اللي هو انك الابلكيشن حقك اجراءاتك يعني. ايوه إيه؟ بالضبط، عطني الكود اللي بيجيك على رساله. فجاني من منصه اسمها رايا، رساله مبهمه طبعا ما فيها معلومات واضحه، ان هذا لاكمال التسجيل، يستخدم لي مره واحده لاكمال التسجيل وبس. واعطيته الرمز من هنا. طبعا تميت اسبوع ما ادري عن شيء، انا انتظر المكالمه الان الثانيه. طبعا دق علي تقريبا بعد اسبوع، دقوا علي شركه التمويل، قالوا ان كيف الخدمه معك؟ قلت اي خدمه؟ قالوا انت ماخذ قرض من عندنا. قلت ما اخذت قرض من عندكم ولا سويت شيء يعني. فشيكت في سما وشفت صحيح ان علي قرض ب 10,000 ريال تقريبا، والانترست مع الانترست يصير 15,000 ريال. طبعا بلغت الجهات الامنيه على طول وسويت اجراءات وصورت الفيديو اللي صار. طبعا انا كان علي غلط اللي هو اعطاء الرمز، هذا غلط واحد، لكن الشركه كان عندها يعني بعض الثغرات، هذا نفس ما ذكروا وزاره الداخليه، وذكروا اللي هو البنك المركزي، ذكروا عن الثغرات اللي كانت في الشركه. فبلغنا، بعد ما بلغنا الجهات الامنيه الحمد لله ان قدروا يوصلون للجناه، ابطال المباحث ما قصروا وكانوا في تواصل دائم معي. طبعا في البدايه ساعدت في موضوع اللي هو حصر الضحايا، لان يوم انتشر المقطع كثير تواصلوا معي، فالحمد لله مع الجهات الامنيه ساعدت في حصر الضحايا، قدرنا نطلع يعني عدد، وبعدين اكتشفنا العدد فوق ال 100 شخص. 100 شخص فوق ال 100؟ اي نعم، فوق ال 100 شخص. نعم. فوق ال 100 شخص نفس الطريقه بالضبط. اي نعم. والمبلغ فوق ال 100 تقريبا مليون و500 الف تقريبا. طيب نعم. تواصلت معك الشركة بعد أسبوع، شركة تمويل وليس بنك أو مصرف، صح؟ لا وليس بنك، إيه عشان نفرق المقطع الأول ما كان واضح. أي شركة تمويل، شركة تمويل اللي منصة تمويل، منصة إلكترونية للتمويل. أيوة نعم، منصة إلكترونية صحيح. للتمويل. طيب الآن الشيء الطبيعي أنك أنت لما تقدم لشركة تمويل يطلب منك أوراق رسمية، يطلب منك إثباتات، ويطلب منك صحيح. أيضا يعني عمليات تحقق، ويمكن صحيح. هذا الشيء عرفه كثير من اللي يعملون في البنوك من خلال صح. لائحة تعرف عميلك، ويمكن يجاوبنا عنها لسه طلعت بشكل مفصل. ففي بروتوكولات قاسية جدا في القطاع المصرفي وقطاع التمويلي صحيح. وشلون وجدوا ثغرة في شركة التمويل؟ هذا السؤال اللي حقيقة مطروح الحين. طبعا شركة التمويل هذه كانت مو قديمة في السوق، كان لها فترة يعني مو قديمة، فكان فيها ثغرات. طبعا وجدوا الثغرات هذه ومذكورة طبعا في نفس ما قلت لك في وزارة الداخلية وفي البنك المركزي. الثغرات إذا تبي أقول لك من الثغرات اللي هو استخراج القرض في دقائق، دقيقتين أو ثلاث دقائق يقدر يستخرج القرض. لا يوجد تأكيد صوتي، يعني ما يدقون عليك يتأكدون أنت الشخص نفسه. طبعا المحتال حاول يحتال عليه من شركة تمويل أخرى، طيب ودقوا علي بس ان كان الشركه الاخرى عندها تاكيد صوتي، فدقوا علي قالوا عمار انت قدمت على قرض؟ قلت لا انا ما قدمت.
فاكتشفنا يوم بلغت المباحث، اكتشفت من المباحث ان المحتلين كانوا يناوين يعني ناويين يكملون يعني ناويين يكملون. اي نعم اي نعم اي نعم. بس ولله الحمد الشركه الثانيه كان عندها تحقق صوتي. جيد. طبعا برضو من الثغرات انك تقدر تفتح في هذه المنصه تفتح اكثر من حساب برقم جوال واحد. طبعا اقول لك هذه الثغرات كلها راحت تماما بعد ما انتشر الفيديو. كل الثغرات هذه انحلت الحمد لله.